Sıra var mı şu an? Sıra نبدأ آخر موضوع تكلمنا عنه مرينا عليه هو الأويل إيرث سيرفيسز. طبعا تسمية أويل متعارف عليها هذه، الأصل إنها يعني أسفلت مع مادة بترولية ترش فوق طريق ترابي، والهدف هو تماسك هذا السطح. طبعا هذا ممكن يرى في طرق زراعية، حتى يمكن اللي من المنطقة الشرقية ممكن يكون شاهد هذا، عملهم لخدمة المركبات في الطرق التي بين المنشآت النفطية التي في خارج المدينة والآبار، آبار النفط، يستخدمون مثل هذا. فطبعا الأصل مثل هذا أنه لا يوجد خلط للمادة الأسفلتية على شكل تقريبا أويل، لذلك سميت أويل، فهي يعني سائل، هي مادة سائلة. فنستخدم ليكويد اسفلت، فيسوى السطح بحيث انه يكون فيه ميول كراوند، وكراوند مرتفع في النص وما الى في الاتجاه الجانبي، وترش فوق المواد، والمادة دي ترش حتى تجعل السطح متماسك اولا، يقاوم حركة العجلات، وكذلك يقلل الغبار. وطبعا العملية ممكن تتكرر، كل ما حصل يعني خلل في السطح تآكلت الطبقة هذه ممكن يرش بعد كل مدة. هذا هو المقصود. طيب طبعا المواد المستخدمة للأسفلت ممكن تكون slow curing، medium curing، كمية تقريبا 4.5 لتر لكل متر مربع من السطح، وهذه ممكن تكرر كل بعد مدة. عملية construction مثل ما ذكرتكم، يسوي السطح أولا ثم ترش فوقه، ترش فوقه المادة. كت باك اسفلت. طيب وندمك يعني التربة هذه تتشرب المادة ويدمك حتى يبقى متماسك. طيب هذا في الوسط. عندنا كذلك نوع نسميه، طبعا هذا من الطرق الرئيسية اللي مرت معنا، قلنا soil aggregate stabilization bituminous treated basis و soil cement basis. فهذه soil تخلط مع البورتلاند سمنت، تخلط مع البورتلاند سمنت. طبعا هذه في مناطق عرفت بهذا النوع من البيسز. طبعا البيس مبني من خليط السويل مع البورتن سمنت، يكون يخدم لي يوضع فوق طبقة رقيقة من الأسفلت، أسفلت كونكريت، ويخدم حركة مرورية قليلة إلى متوسطة. أما إذا أردنا أن يستخدم كبيس لطرق رئيسية
يخدم حركة مرورية عالية، فنضع عليه طبقة سميكة من الأسفلت كونكريت أو حتى البورتلاند سيمنت كونكريت من الريجيد بيمنت. الثكنس يتراوح عادة لهذه الطبقة سيمنت تريت بيس بين 4 إلى 6 إنشز، أي يعني 10 إلى 15 سنتي. المواد اللازمة طبعا، أي نوع من التربة ممكن تخلط مع البورتلاند سمنت؟ أي مواد ما عدا لما تكون فيه كمية كبيرة من المواد العضوية، كمية كبيرة من المواد العضوية فهذه غالبا يعني تستبعد، ما لا يستخدم لها. لكن من حيث كل أنواع التربة ممكن تخلط مع البورتلاند سيمنت، ما عدا اللي تكون فيها كمية المواد العضوية كبيرة. طبعا نفس المشكلة اللي مرت معنا في الأسفلت بيتومينوس تريتد بيسز، لما تكون كمية الفاينز كثيرة، كمية الباسنج 200 سيف 200 كثيرة، تحتاج معناها أنها تحتاج كمية بورتلاند سمنت كثيرة، وبالتالي العملية هذه تصبح غير اقتصادية، العملية غير اقتصادية. ما عدا ذلك فممكن أي نوع من التربة ما عدا العضوية زي ما ذكرتكم، سواء كانت أجريجيت أو ساند أو أجريجيت ساند مع فاين ماتيريالز، كلها ممكن يستخدم معها البورتلاند سمنت. طبعا نحتاج لاختبارات معملية لتحديد كمية البورتلاند سيمنت التي يجب أن نستخدمها. فهناك اختبارات تعمل لمعرفة القيمة أو الكمية المناسبة من البورتلاند سيمنت التي يفترض أن نستخدمها مع السويل اللي عندنا. العملية طبعا في اختبارات تعمل، منها اختبار الموستر دنسيتي ريليشن شيب كومباكشن، تذكرون الكومباكشن تيست؟ نفس الشيء كذلك هنا استخدم الكومباكشن تيست لتحديد كميات المناسبة من الماء ومن الليش ومن البورتلاند سيمنت. وفي اختبارات كذلك يسمونها durability tests، اختبارات يسمونها durability tests. durability test تشمل الويتنج اند دراينج تيست، wetting and drying test و freezing and thawing test. نوعين هذول من الاختبارات. wetting and drying اي ان بعد العينة، طبعا هذه اختبارات معملية، نعمل عينات بعد ما نختار كمية البورتلاند سمنت مثلا مبدئية، نسوي لها اختبار مثلا wetting and drying. طبعا نختار الكمية الأسفلت باستخدام الموستر دنسيتي ريليشن شيب، ثم على ذلك نخضعها للديورابيليتي تيست. ديورابيليتي تيست النوع الأول ويتنج اند دراينج. الويتنج اند دراينج ان نضيف بنعمل عينات من السمنت سويا سمنت ماتيريال ونعرضها لدورات متكررة من الغمر والتجفيف، الغمر والتجفيف عدة مرات تصل إلى 10 مرات حين.
طبعا في ستاندرايزد بروسيجرز، في ستاندرايزد بروسيجرز لها تيست، لها ستاندرز تيست. ثم بعد ذلك نشوف كم فقد من الماتيريال نتيجة لتكرار عملية الترطيب والتجفيف. كذلك في المناطق اللي ممكن تتعرض لتجمد، قلت ما عندنا في المملكة لكن في مناطق تتجمد في مناطق شمال الكرة الأرضية، فتعمل فريزنج الثونج. فريزنج الثونج إننا كذلك نضعها في إيش اسمه وسيلة، أو طبعا هي نعملها كقوالب اولا، نحطها في مولد، نسوي عينات، ثم نعرضها، نضعها في اماكن تجمدها، تجمد الماء، ثلاجات مثلا او فريزرات، تجمدها، ثم بعد ذلك نطلعها ونتركها اسمه ثلج يذوب، يعني تروح، يعني نرفع درجه حراره ونكرر العمليه كذا عدة مرات، وهذا ستاندرايز كذلك التست، ونشوف كم كذلك فقد من الماتيريالز، نعملها براشينج العينات ونشوف كم فقدت من تماسكها. وبناء على ذلك نشوف كذلك هل كمية البورتلاند سمنت مناسبة، لا نريد أن نخلط كمية من البورتلاند سمنت وبعد ذلك تكون العينات غير جيدة ولا تقاوم durability tests، فيفترض أن تقاوم. هذا باختصار العمليات الاختبارات التي تجرى على السويل سمنت. عملية الكونستراكشن بشكل عام تلخص بالنقاط هذه اللي أمامنا. أول شيء البلفرايزيشن، بعد ما طبعا نختار كمية بورتلاند سمنت ونعمل له هذا التست وإلى آخره، نعمل بلفرزيشن للسويل. إيش معنى بلفرزيشن؟ يعني نفكك التربة. طبعا هذا يكون عادة مع إيش؟ مع التربة الناعمة، مع التربة الناعمة، هي الطين والسلط اللي دائما تتجمع على بعضها. هذه أول مرحلة أن نفتتها. بعد ذلك نفرد فوقها الكمية المناسبة من البورتلاند سمنت. طبعا كمية البورتلاند سمنت مرة ثانية هي التي قررناها في المختبر، وكذلك يجب أن تكون كميتها مناسبة، ما تكون كمية كبيرة. لو أصبحت لو كمية كبيرة معناها أن العملية غير اقتصادية. احنا في هذا الشابتر كله نتكلم عن استخدام اللوكال ماتيريالز للحصول على طبقات يعني نسبيا جيدة ولكن كذلك رخيصة. طيب بلفرزيشن أول خطوة اللي هو تفتيت التربة، ثم بعد ذلك فرد كمية السمنت اللازمة، بورتلاند سمنت، فردها فوق الطبقة، ثم بعد ذلك ضيف عليها الماء، نضيف عليها الماء، ثم بعد ذلك نخلطها، نخلطها قبل الماء وبعد الماء، بعدين نعمل لها كومباكشن، نعمل لها كومباكشن وفينيشنج يعني تسوية وكومباكشن، ثم بعد ذلك يتلوها عملية كيورينج. احنا عارفين ان اي مواد تخلط مع البورتلاند سمنت يحتاج لها إلى فترة كيورينج. فترة كيورينج طبعا الهدف هو استمرار وجود الرطوبة حتى تتم عملية إيش؟ الهايدريشن. طبعا عملية الخلط يا شباب ممكن تتم في الفيلد كما هو ذكرناه هنا، كما هو موجود هنا، اللي هو نقول نفرد البورتلاند سمنت والماء ونخلطهم فوق الطبقة ونخلطها في الموقع. كذلك ممكن العملية هذه نعملها في ترافلينج بلانت مثل ما مر معنا في طريقتين السابقتين مع البيتومينس تريتد والأجريجيت سويل
سيفيلايزيشن، نجعلها في ترافلينج بلانك، اي يعني خلاطات تسير على الطريق نفسه، نضيف لها الماء ونضيف لها البوردن سمنت والماء، وناخذ التربه، تاخذ التربه من الموقع وتخلطها مع بعض ثم تفردها مره ثانيه ونتم العمليه. او يكون ناخذ التربه والبوردن سمنت والماء الى خلاطه مركزيه ونخلطها بالنسب المناسبه هناك، وثم بعدين نجلبها للموقع ونعمل لها دمك وتسويه ثم معالجه. هذه بشكل عام يعني سمنت تريتد بيسس. طيب في سؤال يا شباب على هذه؟ ما في؟ طيب في شيء يسمونه لايم ستابلايزيشن، وهو إضافة السو كولد هايدريتد لايم للتربة. طبعا الفوائد من استضافة الهايدريتد لايم اللي هو الجير المطفي كما تعرفون، انه يقلل البلاستيسيتي، يعني هو نستفيد منه في تقليل البلاستيسيتي، فهو يضاف للتربة البلاستيك سويل. بلاستيك سويل يعني كمية الكلي والسلت فيها عالية، فهو يستخدم to reduce plasticity, to reduce shrinkage, to reduce swelling. وبالتالي نزيد bearing capacity للتربة. To reduce plasticity reduce shrinkage and swelling. وبالتالي نزيد strength للmaterials bearing capacity تحملها. بالتالي طبعا نحسن، يعني هي خلينا نقول طريقة لتحسين التربة، لتحسين كفاءتها، لتحسين السترينث، لزيادة السترينث. كذلك إضافة اللايم يحسن في سو كولد الوركابيلتي، كنت أذكر الوركابيلتي هي سهولة التعامل مع الماتيريالز، هذا المقصود بالكبر، خلطها ودمكها وفردها ودمكها. فتسهيل سو كولد تحسين الوركابيلتي، بروفنج وركابيلتي في بلاستيك سويلز، وبالتالي نجعلها اسهل تو تفتتها. لما نحسن في الوركابيلتي معناها سهلنا في عملية تفتيت التربة، وهذه تفتيت التربة مرة ثانية هي دائما احنا نعملها علشان تكون عملية الخلط جيدة ويكون يونيفورم، تكون المخلوط يونيفورم جيد. طبعا هذا سيحسن في او سيزيد من سو كولد ووتر بروفنج للسويل، فهو كان نقول انه سيعزل جزئيا السويل او حبيبات السويل، خاصه الفاين جرين سويل الكلي والسلت، فيعمل كما يعني شيء شبيه بالووتر بما يعمله البيتومين، يعمل ووتر بروفنج. وبالتالي تسمح او تسهل عليها بالجفاف بسرعه عندما تجف، عندما تتشبع في الماء، وتسهل في عملية إيش، وتسرع في عملية construction. فأنت إذا حسنت في workability سهل التفتيت، فتتناها خلطناها مع المادة بشكل جيد، جزئيا تعمل لها waterproofing، تقلل من تأثير الماء عليها، وبالتالي لما تتشبع التربة تجف بسرعة. هذه بشكل عام المقصود باللايم ستيبلايزيشن، فهي إذن تحسين للتربة، استخدام التربة اللي أحيانا غير مناسبة ب
بدون معالجة، فحنا نعالجها بهذه الطريقة لاستخدامها في ك بيسز أو سب بيسز وسب جريدز. الكميات المضافة تراوح بين 3 إلى 6%. طبعا كل ما زادت العملية الكمية كل ما أصبحت العملية غير اقتصادية. احنا نبحث عن الاقتصاديات في هذا النوع من الكونستراكشن. عمق معالجة التربة هذه طبعا في الغالب تتم في الموقع، عمقها قد يصل إلى 15 سنتي. طيب في أسئلة شباب؟ المر معنا الأويلد إيرث سيرفيسز و سيمنت تريتد بيسز و تريتينج سويل وذ لايم و هيدريتد لايم. في أسئلة شباب؟ ولا واضح إن شاء الله؟ طيب نأتي للموضوع اللي بعده. الموضوع اللي بعده مكتم روتس. طبعا الاسم هذا اسم شخص، تذكرون يمكن في اول اللي حضروا معنا اول محاضرة تكلمنا عن اول من بدأ تقريبا في تمهيد الطرق، ذكرنا منه مكتم. مكتم وشخص اخر اسمه تيلفورد، توماس تيلفورد، هذا ظهره في بريطانيا انجلترا. وفي شخص ثالث ترزاقي ويمكن سمعتوا عنه في السويل، هذا مشهور جدا في السويل كذلك، عمل نفس الشيء اللي هو رصف حجارة. ثم بعد ذلك إضافة مواد تجعلها متماسكة، ومن ثم يعني تكون صالحة للسير، طبعا سير المركبات عليها. طبعا أول ما ظهرت ما كان في مركبات، كانوا يستخدمونها لحركة الجيوش وحركة العربات تجرها الخيول والخيول وإلى آخره. طبعا العملية شوية تطورت، إلى أن أصبحت، طبعا كانوا بدأوا في حجارة كبيرة ثم أصبحت فيما بعد أقل حجما، فأخذت طبعا اسم ماكتم رودز من ماكتم اللي هو في اسكتلندا اللي هي جزء من بريطانيا، وأستخدم حجارة نسبيا صغيرة، عشان كذا أخذت ماكتم رودز، أخذت الاسم منه. طبعا العملية هي باختصار فرد طبقة رقيقة أو ميب سميكة، يعني طبقة خلينا نقول تقريبا من حجم واحد من يعني خلينا نقول أحجام متقاربة، مو حجم واحد لكن أحجام متقاربة من الأجريجيت على الطبقة المجهزة سابقا، ثم بعد ذلك رشها. أول ما بدأت كانوا يحطون فوقها، يفردون فوقها لما تقول مواد ناعمة، الأجريجيت في البداية هذا خشنة، طبقة خشنة، ثم يرشون فوقها فيكون فيها فراغات، فراغات هذه تملى بمواد ناعمة لتضيف لها كوهيجن، ويضاف عليها الماء ثم ما تدمك، هذا في بداياتها. بعد ما ظهر البيتومين والأسفلت، الطبقة هذه أو الطبقة باستخدام الماء سموها ووتر باوند، ماكدم. والطريقة الثانية شو اسمه بيتومينس ماكدم، الثانية سموها بيتومينس ماكدم اللي هي نضيف لها البيتومين. طبعا الأجريجيت المستخدم في هذه
له يجب أن يكون صلب جدا قوي يقاوم التكسر، لأنك أنت تضع في البداية أجرجت وتدمجه كما يأتي معنا. فيكون لابد أن يكون كراشت ستون، يعني كسر حجارة، أو حتى سلاك، كراشت سلاك، تكون قوية. ثم بعد ذلك يضاف عليها المواد مثل ما ذكرت وتدمك ونحصل على الطبق. طبعا الآن الووتر باوند قد لا يستخدم، لكن الآن كله يسموه إيش؟ البيتومينس مكتب، هذا اللي هو المستخدم في بعض الدول، طبعا لا أقول في كل البلدان، في بعض. باختصار العملية نفرد الكروشت ستون أو كروشت سلاك فوق الطبقة، ممكن تكون طبقة سطحية بالمناسبة، ماكدم روتس تومينوس ماكدم، ممكن تكون طبقة سطحية. فنفرد شو اسمه، طبعا قد لا تناسب الحركة المرورية العالية، لكن قد تناسب طول الحركة، طرق قليلة الحركة نسبيا أو متوسط الحركة. فتفرد الطبقة أولا، طبقة الأجريجيت، ثم يرش فوقها بيتومين، رش فوقها البيتومين الأسفلت. لذلك سحمون يسمونها بنتريشن ماكدم، يسمونها بنتريشن ماكدم، لأنك تطلع طبقة الأجريجيت تفردها نسبيا، السمك قليل هنا طبقة واحدة، ثم بعد ذلك ترش فوقها الأسفلت ليخترق الأسفلت، سموها لذلك سموها بنتريشن. تخترق الأسفلت الطبقات اللي دمجتها، هذه طبقات الأجريجيت تكون متقاربة في الصعيد طبعا مثل ما ذكرت لكم. ثم بعد ذلك تضاف إليها طبقة أخرى سمونها كياج. هذه باختصار ال الماتيريال. طبعا ذكرت لكم انها يجب ان تكون هارد. بعد ذلك يعني هذا مثال، خلينا نقول هذا مثال في التيبل، مثال للاجريجيتس او الجريديشن. لاحظوا انه تقريبا خشن الى حد كبير، لاحظوا انه اقل شيء نصف انش، يعني هي حجارة أجريجيت. هذه الطبقة الرئيسية، هذه اللي قلت لكم تفرد وتدمك قبل ما نضيف لها البيتومين، ثم نضيف لها البيتومين تبنتريت اللي عشان يخترقها. طبعا البيتومين قد يكون فيسكوس بايندر، يعني أسفلت سمنت مسخن، قد يكون فلويد ليكويد يعني أسفلت. طبعا فيسكوس اللي هو الأسفلت سمنت سيمي سوليد اللي يحتاج إلى تسخين، طبعا اختراقه للفراغات أقل من اختراق الفلويد، لذلك تكون الطبقة الثانية اللي هي الشوك تكون خشنة نوعا ما. أما إذا استخدمنا في معه فلويد فتكون الطبقة نوعا ما ناعمة لأنه يخترق أكثر. فهذه العملية بشكل عام. هذه عملية الكونستراكشن مرة ثانية. spreading and rolling coarse aggregate. initial application of bituminous materials. بعد ذلك spreading and rolling of key aggregate. الكي قصدهم هنا انه المواد الأصغر التي تملأ الفراغات اللي بين الحجارة الكبيرة ولا الأجريجيت الكبيرة، سموها كي أجريجيت. سموها هنا، نرجع للتيبل، سموها تشوك أجريجيت. سماها تشوك أجريجيت اللي هي الكي أجريجيت، اللي هي الحجارة الأجريجيت الصغيرة التي تملأ الفراغات في بين الحجارة الكبيرة.
إذا عملية construction فرد الطبقة الأساسية الرئيسية الـ course aggregate. بعد ذلك نرش فوقها طبقة من الأسفلت تخترقها جعلها متماسكة. بعد ذلك نفرد فوقها وندمك ونفرد ودمك spreading and rolling الكي أجريجيت. ثم بعد ذلك هذه طبقة معالجة سطحية application of seal coat سيل كوت. هذه عادة الطبقة هذه تكون هي الطبقة النهائية لعدد كبير من أنواع الكونستراكشن. كما سيأتي معنا وش تفاصيل السيل كوت. هي الطبقة العازلة النهائية في على السطح. هذه بشكل عام بتومينس مكتم. في سؤال عليها شباب؟ هذه يلخص لكم عملية construction في السيل كوت في المكتب تومنس مكتب. في أسئلة يا شباب؟ معنا؟ تابعين معنا يا شباب؟ طيب جيد. طيب في يمكن مر معنا هذا ذكرت لكم مرة يمكن على عجل في شيء يسمونه برانك كوت وفي شيء يسمونه تاك كوت. نبدأ بالبرايم كوت. قبل ما أبدأ كثير تلاحظون يعني أكثر شيء يلاحظ طبعا ويتكرر على الإنسان كثير هي شو اسمه حديد الخدمات الحفر التي يعملونها لتمديد كابل الكهرباء أو تمديد مواسير المياه أو الصرف الصحي أو سلاك الاتصالات تجدهم لما يحفرون تجدها في الأحياء حتى يعني واضحة تجدهم يحفرون ثم بعد ذلك بعد ما يضعون المواسير أو الكابل أو whatever يدمكون فوقها طبقة من التربة إلى أن تبقى الطبقة السطحية اللي هي الأسفلت كونكريت. قبل ما يضعون الطبقة السطحية يرشون طبقة من الأسفلت هذه الرشة اللي فوق الطبقة الترابية وفوقها طبقة الأسفلت كونكريت هذه يسمونها برايم كوت إذا نأتي لبرايم كوت is an application of liquid bituminous material تكون emulsified asphalt أو تكون cutbacks بشكل عام. طيب material a prime coat is an application of liquid bituminous material to a previously untreated base or wearing surface يعني غير معالج يعني طبقة ترابية بمعنى aggregate soil aggregate material غير معالجة بأي مادة أخرى يعني لا بالبيتومين ولا بورتن سيمنت. هذا هو تسمية ايش البرايم كوت. طيب ايش فوائد البرايم كوت؟ اولا برايم كوت سيرف to promote adhesion or bond بين الطبقة السفلية والطبقة العلوية فهي تربط الطبقتين مع بعض طبقة السطح اللي هي الأسفلت كونكريت مع الطبقة الترابية تربطهم مع بعض لأن المادة لزجة أسفلت. هذه أول فائدة أنه
تربط الطبقتين مع بعض. ثانيا serve to consolidate the surface اللي وضعت عليه طبقة ترابية. consolidate يعني تجعلها قوية متماسكة. طبعا احنا نراها على يعني مسؤول مقياس صغير اللي هو في الحفر، لكن هذا يحصل حتى في لما تبني الطرق. جبتها لكم بس عشان لكم تشاهدونها هنا كثير، لكن في الطرق كذلك اللي شاهد بناء طريق فتتم كذلك دمك الطبقات السفلية الترابية إلى أن نصل إلى قبل ما نصل الطبقة السطحية، الطبقة هذه طبقة البيس، ونرش عليها طبقة الأسفلت اللي هي البرايم كوت، ثم على ذلك توضع طبقة الأسفلت كونكريت. طبعا رشها رش طبقة الأسفلت كذلك مثل ما ذكرنا أول شيء ربط بينهم، ثانيا تقوي الطبقة السفلية تجعل الطبقة هذه الترابية تتحمل المعدات، معدات الكونستركشن، تجعلها تتحمل معدات الكونستركشن، تأتي فوقها شو اسمه الشاحنات عشان تفرغ الأسفلت في ما نسميه الفرادة، فتجعل الطبقة هذه متماسكة بشكل جيد تتحمل هذا الحمل. شيء ثالث وقد يكون يعني هامشي إن صح التعبير، إنه بما أن مادة أسفلتية إحنا عارفين المادة الأسفلتية تمنع مرور الماء بقدر يعني بحدود معينة حسب كمياتها، فهي تمنع خروج الماء لو كان عندنا طبقة ماء قريبة، طبقة ماء قريبة من ذا، فهي تمنع خروج الماء في الخاصية ما يسمى بالخاصية الشعرية إلى أعلى، لأن الأسفلت هذا يعزل الطبقتين عن بعض، يعني اللي تحت الطبقة اللي هي الطبقة الترابية يعزلها عن الطبقة اللي فوق بهذه المادة الأسفلتية اللي سميناها إيش؟ برايم كوت. لأن هذه ثلاث فوائد استفيدها من استخدام ال شو اسمه برايم كوت. طيب المواد المستخدمة مثل ما ذكرت لكم ليكويد أسفلت، مادة الأسفلت ليكويد أسفلت، فيستخدم فيها مثلا الـ MC30 اللي هي هذه إيش ميديوم كورينج اللي هي كات باكس، وكل ما كانت طبعا المسامات أكبر كل ما احتجنا أن المادة تكون مورثك، لكن إذا كانت المسامات صغيرة فنحتاج مادة تكون سهلة الدخول في هذه المسامات والفراغ. ممكن يستخدم كذلك الموسفايد أسفلت. الكمية تتراوح كمية المواد الأسفلت المضافة بالمتر كيونتس 0.9 إلى 2.3 لتر لكل متر مربع من التربة من السطح الذي توضع عليه، 0.9 إلى 2.3 لتر لكل متر مربع. فالكمية طبعا الأقل للفراغات الأقل، إذا كان عندك فراغات أقل تضيف كمية أقل، لأنه لا نبغى أن تكون عندك طبقة لزجة كبيرة فوق البيس، لأن هذا قد يسبب لنا مشاكل. وكل ما كانت المسامات صغيرة، إذا كانت المسامات صغيرة نحتاج كمية أقل، المسامات كبيرة نحتاج كمية أكبر عشان تدخل في هذه الفراغات بشكل متماسك. طبعا عملية الكونستراكشن تتم من أول دمك الطبقات السفلية طبقات التربة بشكل جيد، سد أي فراغات على السطح تسويتها بشكل جيد جدا، الطبقة هذه دمكها بشكل ثم تنظيفها كده. وعلى أول شيء تسويتها، تسوية ثم الدمك ثم بعد ذلك تنظيفها حتى من الغبار، نظف من الغبار. لذلك عندهم تجد عندهم زي المكانس كذا اللي تدور على شكل مثلها بزي شو اسمه بروم يسمونها، ويسمونها زي الأسطوانية مكنسة أسطوانية الشكل تدور وتنظفها من أي لوس ماتيريالز، أي مواد سايبة فوق
مواد سايبة فوق تزيل أو حفر تسد طبعا، ثم ترش فوقها الطبقة بشكل جيد. طبعا احيانا طبعا احنا ما عندنا، قد لا تكون مشكله عندنا كبيره هنا، لكن اعتنا ب درجه الحراره كذلك. افترض انها عندما تكون درجات الحراره منخفضه لا تعمل، ما عندنا هذا. احيانا يكون في الشتاء لكنه في فترات قصيره. فترش الطبقه وتترك احيانا يوم يومين، ثم بعد ذلك توضع الطبقة العلوية اللي هي طبقة الأسفلت كونكريت لير. طيب، هذه ما يسمى بالبرايم كوت. احنا قلنا توضع فوق طبقة ترابية، توضع فوق طبقة ترابية سميها برايم كوت. لكن إذا كانت الطبقة السفلية طبقة معالجة، كثيرا نشاهد الآن عندنا أنه الجهات المسؤولة سواء كان وزارة النقل أو وزارة البلديات يسوون كشط للطبقة العلوية، يسوون كشط، يزيلون جزء يعني 1 سنتي 2 سنتي من الطبقة العلوية، وتبقى اللي تحت الطبقة هذه تبقى أسفلت كونكريت، ويضيفون هم زالوها علشان يضيفون طريقة قصدهم طبقة أحسن منها، قد تكون ما فيها تشققات وقد تكون مستوية بشكل جيد. المادة الآن اللي نضيفها فوق طبقة القديمة هذه يسمونها تاكوت، يسمونها إيش؟ تاكوت. البرايم فوق طبقة ترابية غير معالجة، هنا فوق طبقة معالجة أيا كانت طبعا نوعها كلها تسمى تاكوت، حتى لو كانت بورتلاند سيمنت كونكريت قديم أو أسفلت كونكريت قديم أو حتى بريكس، يعني إذا البلوكات الصغيرة كلهم تسمى تاكوت. طبعا الهدف الأساسي هنا هو ربط الطبقتين مع بعض، ربط طبقتين مع بعض. لا طبعا كونسوليديشن ومنع قبل رياكشن، مو بارد هنا لان ما عندي سويل. الهدف الاساسي هو ربط الطبقه العلويه بالطبقه السفليه، الطبقه السفليه تكون معالجه، هذا فرقها عن ايش؟ عن البرايم كوت. الاسفلت مستخدم كات باكس، امسفايد اسفلت كذلك ممكن تستخدم. طبعا لاحظوا الكمية هنا التي نحتاجها، أقل بكثير من اللي احتجناه في البرايم كوت، والسبب هو الفراغات، هناك تربة وفيها فراغات سطحية، هنا لا، طبقة ثلاثة معالجة سواء خلطة أسفلت كونكريت ولا طبقة بورتلاند سيمنت ولا وتبقى. فلاحظوا الفرق، فرق بينهم كبير، هناك كانت 0.9 إلى 2.3 لتر بير متر سكوير، هنا 0.19 تقريبا 0.2 إلى 0.4 لتر بير متر سكوير، أقل بكثير من الكمية هناك. هذه ما يسمى بإيش؟ بالتاكوت. عملية الكونستراكشن طبعا شبيهة هناك، افترض أننا أي حفر تكون على السطح قبل رش التاكوت، أي حفر تسد تملأ هذه الحفر وننظف الطبقة بشكل جيد تكون مستوية، وننظفها بشكل جيد من الغبار والمواد السائبة وإلى آخره، وقبل ما نرش فوقها طبقة التاكوت. طيب، عندنا single and multiple lift surface treatments، single and multiple lift surface treatments.
قلنا ما تكلمنا عن الأسفلت إنستيتيوت ميثود فور بيمنت ديزاين، قلنا لما نستخدم تايب 1 إيموسيفايد أسفلت نضع فوقها سيرفس تريتمنت، سيرفس تريتمنت طبقة معالجة سطحية، سيرفس تريتمنت هذه هي سيرفس تريتمنت نقصدها بأنواعها. طبعا هي أنواع، طبعا يا تكون سينجل أو مالتيبل، يعني يا تكون طبقة أو عدة طبقات نبنيها على عدة طبقات. العملية باختصار أو الموضوع هذا موضوع السيرف تريتمنت علشان بس أسهل عليكم، هي عكس المكتب، عكس المكتب. كيف عكس المكتب؟ هناك في المكتب وش كنا نضع؟ كنا نستخدم نرش نضع طبقة الأجريجيت أولا، طبقة الأجريجيت أولا ثم بعد ذلك نرش فوقها أسفلت، ثم الأسفلت يخترق، ثم الأسفلت يخترق، يخترق الفراغات. هنا العكس، إن نرش طبقة الأسفلت ثم نضع فوقها الأجريجيت ليجعل الأجريجيت متماسك، يعني طريقة عكسية عكس هذيك. هناك أجريجيت ثم أسفلت، هنا أسفلت ثم أجريجيت، وهذه ممكن تتكرر، ممكن حسب موسى يقول وش الأفضل. طبعا حسب الممارسات المستخدمة لدي أي جهة معينة. طبعا أنا ما ألاحظها موجودة عندنا كثيرا، يعني السيرف تريتمنت إلا على مستوى خلينا نقول سينجل، كمالتيبل ما سبق رأيتها. في من الناس يستخدمون هذه ويستخدمون هذه، كلها طبعا طبقات خلينا نقول لحركة مرورية خفيفة أو متوسطة في الغالب، لأن في الغالب ليست بجودة الأسفلت كونكريت. سينجل لما تكون طبقة واحدة وننتهي، مالتيبل يعني نكررها عدة مرات، رش طبقة أسفلت ثم نضع فوقها أجريجيت ثم نرش أسفلت ثم أجريجيت وهكذا طبقة وعدة طبقات، طبقة وعدة طبقات. عشان كده عندك يقول سينجل أو لفت، طبعا طبقة سيرف ستريتمنت. ثيكنس اوف ذا سيرف ستريتمنت تتراوح بين 1 سنتي إلى 2 سنتي، فهي نسبيا ثكنس لها قليل، وقد تصل إلى تقريبا 64، يعني كم 6 سنتي أو 6.5 سنتي. Surface construction is quietly open، بمعنى أن فيها فراغات سطحية، فيها فراغات سطحية. طبعا العملية تتم عندما نستخدم surface multiple surface treatment، تكون على مراحل مثل ما قلنا كل طبقة، وتكون كل مرة الأجريجيت تكون أنعم من اللي قبل، يعني كل ما صعدنا في الطبقات كل ما كانت الطبقة أنعم، يعني كمية الفاينز تكون أكبر، كمية الفاينز تكون أكبر. ذكرونا نواصل من هذه النقطة في المحاضرة الجاية، انتهى الوقت يا شباب. يا سيلة يلا شباب، عندكم أسئلة على الموضوع اليوم؟ كويز الأسبوع القادم. احنا أخذنا الآن شابتر 15. الشابتر اللي ما أخذناه إلى الآن، أخذنا شابتر 9 ما أخذناه، صح؟ شابتر 9 ما أخذناه. رأيكم ناخذ شابتر 9؟
ايه ناخذ تشابتر 9 وممكن نضيف شيء منه، شيء من تشابتر، لانه تشابتر 9 مو كثير. تشابتر 9 معنا اللي هو intersections and interchanges، وناخذ يكون في معنا جزء من تشابتر 16 بس، يمكن حاجة بسيطة يعني. واضح يا شباب؟ دقيق ما شاء الله عليك أخي. بداية تشابتر، بداية تشابتر 16 جزئية، يعني قد تغطي أجزاء اللي ما فيها ديزاين زي اللي في البداية. طبعا إذا أنا أشوف، أنا يمكن من الأسئلة اللي بقدر أحطها على تشابتر في سيسم 9، إذا ما شفت إنها هي كافية أقتطع أو أخذ جزء من بداية تشابتر 16. إذا اكتفينا بالأسئلة هذيك خلاص، ما أحيانا يكون في مجال تضع أسئلة كثيرة، وأحيانا في مجال تضع أسئلة أقل، يعني ما يصير في مجال تضع أسئلة كثيرة. زين يا شباب؟ طيب كيف المعيد ماشي معكم يا شباب؟ أعطيكم كوزز؟ ما يعطيكم كوزيز ابدا للمعيد؟ يعني من بدات هذه التعليم عن بعد وهو بس شرح، ها؟ طيب خير ان شاء الله. كم أخذت من كوز قبل تبدأ التعليم عن بعد؟